السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي في مواقع كتيرة بتديها برومت فتبدأ تعمل لك الصور، لكن المشكلة ممكن تكون في شخصية معينة انت ألفتها وعايزه يلتزم بيها، او صورة شخصية ليك انت عايز تعمل الصور بتاعتك، مثلا تحطها في صورة مثلا حاجات مصرية قديمة، حاجات مصرية حديثة، المهم عايز صورتك الشخصية. طب ازاي يخليها يلتزم بحاجة زي كده؟ ان انت تعمل شخصية كاركتر معينة ويبدأ يلتزم بيها. فهاجي هنا بقول له ان انا عايز اعمل اكتر معين، بقول له create your AI actor. طيب عشان نعملها محتاج ان انا اديله صور كتيرة. هو عايز مني كام صورة؟ عايز مني 20 صورة. 20 صورة دي اكيد من جمال الوجوه، يعني مش هتوقف الكاميرا وتصور، لا، من ناحية دي من ناحية دي من ناحية دي. المهم ما يكونش معاك ناس اخرين او الصورة تكون بعيدة على اساس تيجي معاك الصورة كويسة. طيب اول حاجه بيسالها لي هل الصوره دي للذكر ولا الانثى، هل الصوره دي لشخص كبير ولا طفل، وبعد كده ايش اسم الشخصيه اللي انت عايزها. تمام، وبعد كده تبدا ترفع الصور ليك بالشكل دوت. ما اعتقدش ان انا عندي صور كتيره، 20 صورة يعني. طيب بعد ما رفعت له الصور هو بيبدا يدرب عليها الموديل، يعني كان في ذكاء صناعي ضخم جدا بيتدرب على الصور بتاعتك، وبعد كده بيلغي الصور لكن بيخلي فيه شخصية مخترعة خاصة بيك. لو قلت له حط لي الشخصية دي في أي موقف يقدر إن هو يحطه لك. تمام، والصور ما تخافش هتتلغي. طيب هات له ستارت تريننج، هو بيبدأ يدرب الذكاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل اسمه artflow.ai، تدي له برومت يبدأ يعمل لك صورة، لكن الميزة إن أنت ممكن تدربه على شخصية معينة. ولكن مثلا أنت عايز تعمل صورة مثلا لفارس معين او لشخصية معينة، او ممكن تغذيه بصورك انت الشخصية فيبدأ ان هو يتدرب عليها، ويبدأ اي صورة انت تعملها يبدأ ان هو يعمل لك الصورة بتاعتك. تمام، يعني انا غذيته مثلا بالصور بتاعتي فبدأ ان هو يجيب، اقول له مثلا اعمل لي صور مين، هياخد الوجه بتاعي ويبدأ يركبه. تمام، دي صور كلها اهيت. تمام، ففي مرة طلب مني صورة شخصية بقول له عايز، فقلت له اعمل لي صورة شخصية فبدأ ان هو يكون. طيب الخطوات، اول حاجة كاركتر بيلدر، هتيجي هنا عند اكتر وتبدأ تغذيه. تمام، يعني هنا انا قلت له مثلا ايه، رفعت له صور كتيرة وقلت له شخصية دي اسمها عمر، في اي لحظة عايز عمر هيبدأ ان هو يجيبه لي. طيب خلينا مثلا اقول له ان انا عايز اعمل شخصية جديدة. تمام، بيقول لي بفلوس. الفكرة كلها ان انا بديله صور كتيرة هو يبدأ ان هو يتدرب عليها ويبقى عنده الشخصية دي موجودة. لو بفلوس هتبقى شخصيات كتيرة، ببلاش هو مديني شخصية واحدة، لما كريت يقول لازم ان انت تشتري. رفعت له صور كتيرة، هو اتدرب على الصور ديت وقلت له ان ده رجل وان ده شخص كبير مش شاب صغير. وبعد كده الكاركتر تبدأ بقى ان تقول له كريت نيو كاركتر، وتبدأ توصف له الشخصية ديت وتقول له اختار فيس، اخترت انا مثلا الشخصية دي، وتبدأ بقى توصف له الشخصية دي، وليكن مثلا الراجل ده شغال طيار فيبدأ ان هو يخليك تلبس ملابس طيار، الراجل ده شغال ضابط شرطة يبدأ ان هو يلبسك ملابس ضابط شرطة. والكاركتر دي تقدر ان انت تشتغل بيها في اي وقت، وتبدأ تقول له جنريت فيبدأ يكون لك الشخصية. طيب بعد كده لما تدخل بقى في ايمج استوديو هتقول له بقى ان انت عايز تعمل كريت للايمج او كريت نيو ايمج، اي وصفه تكتبه هنا، بس المهم ان انت الاكتور تختار الشخصيه دي، فهو بيكون صوره هيبدا ان هو يختار الصوره دي. تمام، هو قال لي ات عمر، بس لازم بقى تكتب مثلا مثلا ان ايجيبت. تمام، هيحط مين؟ هيحط عمر. ممكن تقول له باتمان، يبدا ياخد الوجه ويركبه على باتمان. تمام خلاص، وبعد كده بقى الستايل تقدر تختار اي ستايل انت عايزه وتقول له جنريت فيبدا يكون لك الصوره. الميزه ان هو هيثبت لك الوجه، يعني لو انت دخلت مثلا على ميدجورني او على ليوناردو قلت له كل مره اديته برومت ان انت عايز تعمل صوره ملوش دعوه بالوجه، هيجيب لك اشخاص مختلفين تماما عن الصوره اللي انت عايزها. جربت كتير بتبقى صعبه جدا انها تاخد منك وقت كتير قوي لحد ما توصل للشكل اللي انت عايزه، انما هنا خلاص هو اتدرب على شكل معين وبدأ ان هو يستخدمه كتير. يعني حتى هنا اخد
بعض التفاصيل، كنت مديله كام صورة كده ان انا قاعد على كرسي وبتاع، فبدأ ان هو يظبطها. هو هنا بيقول له مديني 4387 كريدت، فانا بعد ما اخلص الفيديو هقعد اعمل صور للصبح. طيب لو انا عايز شخصية تانية، لما تعمل حساب جديد تمام، يعني تخرج من الاكونت تدخل باكونت جديد وتبدأ تمام. في هنا حاجة اسمها ايرن ماني تمام، ان انت تشارك رابط مع الناس، فالناس تبدأ انها كل ما تدخل تستفاد انت ببعض النقاط. اه لسه بيكون الصور. ليه بياخد وقت؟ لان الحساب بتاعي مجاني، فهو ده اللي بيخليه تاخد وقت. فبدأ هو يعمل لي صور كتيرة. لاحظ ان الصوابع يعني مظبوطة تمام، دي من اكتر الحاجات اللي انت لازم تركز عليها. طيب بعد ما عمل الصور ممكن تقول له انا عايز اخلي فيها حركة. فيبدأ يضيف لك حركة في قلب الصورة بتاعتك، حركة وصوت، يعني ممكن تكتب له تكست ويبدأ ان هو يضيف لك صوت للحاجة، فانت كأنك بتعمل ملف فيديو كامل تمام. هو هنا بيتخيل او ديتكشن للوجه تمام، وتقدر بقى تديله اي كلام هو يبدأ ان هو يقول الكلام دوت. بعد كده بنبدأ نكتب الديالوج اللي احنا عايزينه، بحيث ان هو يبدأ يكون لنا الصوت ويبدأ يحرك الوجه والشفايف مع الصوت دوت. Hi, my name is Omar Saleem. تقدر طبعا تضيف اكتر من شوت، لحد 20 شوت. وبعد كده ممكن تقول له انا عايز اعمل اكسبورت للانيميشن دوت، هيبقى 3 ثواني حسب الكلام المكتوب. هنا التايتل بتاعي، واقول له اكسبورت الفيديو ونشوف هيطلع ازاي. دي فيديوهات كنت عملتها زمان اول ما الموقع نزل، ما كانش فيه تدريب على الشخصيات، فكنت بقول له خد اي شخصية وابدأ ان انت اديها تكست وهو يبدأ ان هو يتكلم. انا مثلا كنت باتمان موجود مثلا في خلفية معينة وبيبدأ ان هو يتكلم. Hi, my name is Omar Saleem. خلي بالك خلى الوجه يتحرك مع الكلام، فدي حاجة جميلة جدا. Hi, my name is Omar Saleem. حاجة مخيفة الصراحة تمام. زي ما قلنا تقدر تعمل 20 لقطة بعشرين شخصية بعشرين كلمة، فيطلع معاك فيديو معقول. نرجع للارت فلو، فشوفنا ان انت هتقدر تحط الصور بتاعتك وتبدأ ان انت تخلي فيه شخصيات موجودة، وتقدر تعمل فيديو، وتقدر ان انت تعمل ستوري قصص معينة من خلال الفيديوهات اللي انت عايزها تمام. تقدر ان انت تعمل افلام كرتون بالشكل دوت. نعمل فيرست ستوري تمام، هقول له اكتب لي قصة مثلا اهو. هو بيبدأ بقى يسألك بعض الأسئلة عشان يبدأ إن هو يكون لك قصة. القصة دي مثلا قصة للأطفال، كده أنا عملت إيه؟ خليت هو يحط لي العنصر الأساسي للقصة. إنما ممكن أنت تكون عندك قصة وتبدأ إن أنت تعملها، أقول له بقى خد بقى الكلام دوت وابدأ إن أنت تعمل لي القصة شكل هورزونتال 3D كرتون رياليستيك مثلا. فهو بيقول لي الشخصيات اللي هتبقى موجودة، لو في شخصية فيهم عايز ان انت تغير فيها تمام، تغير الوصف يبدأ يعمل لك شخصية جديدة تمام. طيب هقول له وديني الستوري بورد، فيبدأ يألف لي هو القصة. فانا كده بأبسط حاجات بدأت ان انا اعمل قصة. طبعا ممكن انت مثلا في قصة في دماغك زي مثلا انا والسلحفة،
فتبدأ تكتب له القصة بالتفاصيل بتاعتها زي ما انت عايز، يطلع لك هو القصة بتاعت الأرنب والسلحفاة أو أي قصة انت في دماغك، بس تكون هادفة وتربوية والحاجات دي كلها. فهو بيبدأ يعمل لي القصة ستوري اهيت، تمام. بعد كده ممكن أقول له إن أنا عايز أعمل إكسبورت، بيقول لي إكسبورت هيبقى ب 48 نقطة. وبالطريقة دي بيطلع لك ستوري تقدر ان انت تنشرها وتبدأ ان انت تستخدمها. فشوفنا مع بعض ازاي نعمل شخصية، ازاي ان احنا نعمل صور الوجه فيها ثابت لكل الصور اللي احنا نعملها نفس الشخص. يعني ممكن يكون في شخص مشهور مثلا انت بتحبه زي ليوناردو دافنشي، فتاخد الوجه بتاعه من صور كتيرة 20 صورة، ويبدأ ان انت تخلي الصورة بتاعته او وجهه موجود في العصور الحديثة. بعد كده تقدر تعمل فيديو، وفي برضه خاصية اللي هي ستوري ستوديو، تمام، تقدر تستخدمها برضه، تقدر تعمل لك ستوري ظريفة.